حيويتك وشغفك وهمتك ضلمة من غير نور الله. أنت إزاي تعيش من غير نور الله؟ الكون كله ظلمة، فالله نور السماوات والأرض. روح لمصدر النور. وبعدين يجي ربنا بقى يطمنك قوي 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 قوي، يقول لك إيه؟ أما آية جميلة بشكل معنى الآية. أنت إزاي الدنيا مظلمة حواليك؟ أنت إزاي مش شايف نور ربنا؟ ده نور ربنا لو اتقيت ربنا، ده النور قوي جدا، والله ما حيروح منك، والله لن يضيع منك النور، النور قوي جدا 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 جدا. الآية: الله نور السماوات والأرض. اسمعوا الآية: مثل نوره. أيوة يا رب، إيه بقى نورك قوي قد إيه يا رب؟ كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. مش فاهم حاجة. عايز تعرف نوره قوي قد إيه؟ وإن أنت لو اتقيته لا يمكن هتبقى في ظلمة، لأن النور قوي أو مركب. إيه؟ مشكاة فتحة في حيطة صغيرة. اشمعنى؟ ما هي المشكاة دي عشان النور يتجمع، عشان يتركز، عشان يحصل فوكس، محتاج مشكاة، ما يبقاش كده مشاع. مشكاة، المشكاة مصدر النور ايه؟ حطينا فيها مصباح. كويس؟ بس المصباح ممكن شوية هوا يطيره النور بتاعه. المصباح في زجاجة عشان تحمي النور. لا بس مش اي زجاجة، دي بتلمع قوي، احسن لو مش بتلمع يحصل غبش كده وما تبانش. الزجاجه كانها كوكب دري، عارفين الكواكب اللي بتشوفه من الاف السنين الضوئيه في السماء؟ الزجاجه بتلمع قوي. تاني مش كده عشان تجمع النور، وبعدين حطينا مصباح مصدر النور، وعشان النور ما يروحش قلنا حاطين عليه ايه؟ زجاجه. بس الزجاجه مش عاديه، لمعان خرافي كانك شايف كوكب في السماء، كانها كوكب دري. طب والوقود بتاع المصباح جاي منين؟ يوقد من شجره مباركه زيتونه، اقوى انواع الوقود والزيوت زيت الزيتون. بس شجره الزيتون اللي هتعمل مش شجره عاديه، مش شجره كده موجوده في جنينه من الجنب، لا شرقية ولا غربية، في وسط الجنينة، في الشمس جايبها ليل ونهار، فمطلع زيت نادر. الآية الجامدة دي. طب بس الآية دي لها علاقة بينا؟ لها علاقة بينا. يعني إيه لها علاقة بينا؟ دي رمز. ما المشكاة هي صدرك، والمصباح هو قلبك، والزجاجة هي التقوى. كل ما كانت بتلمع كأنها كوكب دري، النور يبقى أقوى. طب والوقود بتاعها إيه؟ الذكر والعبادة والاستغفار والإحسان، إنك تحس بالعبادة، فيبقى إيه؟ نور على نور. الله، إيه ده؟ هي دي في صورة إيه؟ صورة النور. أنا مش فاهم صورة النور. هي صورة النور بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم على الحاجات اللي بتمنع النور، عشان كده بادية بالزنا. وبعدين إنك تكلم في أعراض الناس خاصة الستات، وبعدين الغيبة والنميمة، وبعدين العري، وبعدين نشر الفواحش، وبعدين الاحتشام، وعدم إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ كل الحاجات دي هتخلي النور ما ينزلش. طب لو ما عملتش الحاجات دي، الله نور السماوات والأرض، هتشوف النور. طب والآية اللي بعديها النور ينزل فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. مش لازم المساجد، بيتي وبيتك لو بتتقي الله. طب ينزل على مين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لأن ده الوقود. رجال هنا صفة، يعني رجالة وستات. طب واللي مش عايز الحاجات دي كلها ومصر على الحاجات الوحشة، أو كظلمات في بحر لجي، هي الآية دي هنا؟ يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طب سورة النور بتتختم بإيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طب والآية اللي بعدها إيه؟ واستغفر الله عشان ترجع التقوى، إن الله غفور رحيم. يا سورة النور دي، إيه الآيات دي؟ لو عشت بالتقوى يمتد نورك يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إحنا قاعدين في ظلمة، فحصلت سخرية منهم، قيل ارجعوا وراءكم. طب ممكن خطوة لورا، فالتمسوا نورا، النور جاي من ورا،
فرجعوا خطوة لورا فضرب بينهم بسور، كأنك شايف السور بينزل، إيه التعبير القرآني ده؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، هنا نور، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، مش إحنا كنا معاكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. لا إله إلا الله.